في رومية 9:14، 9 من العدد 14 لغاية العدد 26 نرجو إيضاح هذا المقطع من الكتاب المقدس. هقرا جزء منها وبعدين نكمل. يقول في الآية 14: فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل الله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقاسي من يشاء. تقول لي هل ربنا عنده يعني محاباة يرحم من يرحم ويترأف على من يترأف؟ لما نفسر الآية نعرف إيه وضعها. الوضع الآتي: إن المشكلة في ذلك الحين، خاصة في روميا، أنتوا عارفين روميا طبعا عاصمة الدولة الرومانية، فعدد الأمم الأمميين يعني كبير، أكبر من اليهود في هناك، فعدد كبير من الأمم قبل الإيمان من الرومان، وطبعا ممكن يكون في جريج وفي غيرهم، لأن دي كانت عاصمة الدولة الرومانية فكان بيقولها من كل حتة. فاليهود بدوا يهيجوا على المين؟ على الكنيسة اللي أعضاها من الأمم، فقالوا بقى إحنا اللي آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وطلع مننا موسى، وطلع مننا الأنبياء، وطلع مننا رجال العهد القديم الأبرار، نبقى على نفس مستوى الناس اللي آبائهم كانوا بيعبدوا أوثان وكانوا بيقدموا ذبائح وثنية وأصنامهم من ذهب أو فضة أو خشب إلى آخره. فكانوش اليهود قادرين يقبلوا الناس اللي كانوا من الأمم وقبلوا المسيح، أو عاوزينهم يكونوا على مستوى أقل منهم. في نفس الوقت بعض من الأمم كانوا يعيروا اليهود، يقولوا لهم صحيح احنا من الامم وما عندناش النبوات اللي عندكم، لكن احنا قدرنا نقبل المسيح وحصلنا على النبوات باللغه اليونانيه، بالترجمه الكتاب المقدس العهد القديم الى اليونانيه للترجمه السبعينيه، وصلنا اكثر غيره منكم، بنكرز ونبشر اكثر منكم. فدول فيهم ناس متكبرين ودول فيهم ناس متكبرين، ودول فيهم عدد ضخم قبل الإيمان بروح الاتضاع، ودول فيهم عدد بس قليل قبل الإيمان بالتضاع. فهنا لما بيقول أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، ما يقصدش أن يجيب واحد يكون قلبه طيب يخليه يغلط يقوله لا مش هرحمك، لكن هو ما قالش أرحم من أرحم وأجري ظلم على مزاجي، لا، أنا رحمتكم لأن إيه الفضل اللي ليكم أنكم أولاد إبراهيم، ده أنتوا في البرية في منكم تذمر عليا، وفي منكم حب يقتل موسى ويقتل هارون، ومين من الأنبياء ما قتلهوش آبائكم، ومع كده مطول بالي إلى أبعد الحدود، فأنا رحمتكم إلى أجيال كثيرة. شعب الأمم كانوا بيعبدوا الأوثان، وبرضو في منهم ناس قبلوني زي أيوب مثلا من الأمم، وإبراهيم نفسه كان من الأمم قبل ما يختتم. فهو بيقول أنا اللي رحمتكم وقبلتكم تبقوا شعبي، ليه زعلانين لما باخد الأمم وخليهم شعبي؟ ما تشتغلوا مع بعض. فلما بيقول أرحم من أرحم، مش معناها بفرق على مزاجي، لكن أنا بترفق بالجميع، اللي يقبل رأفتي ونعمتي باخده وأدخل به إلى الأمجاد الأبدية. أما عن فرعون، أنه قسى قلب فرعون، مش معنى كده أن فرعون كان رحيم وربنا
قسى قلبه أبدا. فرعون كان عنيف وكان عايز يخلص من شعب الله، وكان ما يطيقش يسمع عن ربنا ولا عن تقديم ذبائح ليه. فربنا دخله في تجربة، صرخ سامحه. بعد ما سامحه بدأ ايه يتذمر تاني، دخله في التجربة التانية، الضربة التانية، وهكذا في الضربات سواء على المستوى الجماعي او المستوى الشخصي. فلما يقول انه قسى قلب فرعون مش معناها ان اداله القساوة، ده قلب فرعون قاسي وانا بضغط عليه بقول له لا ما تقتلهمش، لا ترفق بيهم، ما خلوهوش يتصرف غلط معهم. لكن لما كان مصمم على الغلط شلت ايدي، فعمل عايز يعمله، وتمجد ربنا بان حتى فرعون ده بعد كده غرق هو وجيشه في بحر صوف او البحر الاحمر. إذن الله أحبائي ليس عنده محبة، ليس عند الله محبة. الله يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة أن احنا باستمرار نطلب مراحمه، وهو نفر أي واحد يطلب مراحمه ما يدهوش، سواء كان من أصل يهودي أو من أصل أممي. في نفس الأصحاح يقول إيه عشان يأكد الحتة دي، يقول التي أيضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا. إذا الموضوع كان عن اليهود والأمم مش عن فرد وفرد تاني، كما يقول في هوشع أيضا سأدعو ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة، ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أن هناك يدعون أبناء الله الحي. وأشياء يصرخ من جهة إسرائيل وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص لأنه متمم أمر وقادم بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما قال أشياء وكما سبق أشياء فقال لولا أنا الرب رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سادوم وشابهنا عمور. هو عايز يأكد بولس الرسول نقطة مهمة، أنه اليهود مش مفروض يعني يقفوا موقف العنف ضد الأمم، لكن طالب قال لهم ترفق الله بيكم وبيدعوكم، ومش دعاكم وطردكم، لا زال يدعوكم وسيبقى يدعوكم. وبرضو يطالب الأمم اللي أحيانا يسقطوا في الكبرياء، لازم تعرفوا أن دول طبعا بعد كده تكلم عن الحتة دي، أنكم أنتوا الشجرة الزيتون البرية اللي ما كانتش فيها ثمر كل هذه الأجيال كنتوا بتعبدوا الأصنام، اتغرستم في الأصل اليهودي المسيح يسوع تلاميذه والكنيسة. فربنا فتح الباب للعالم كله. يا ريت كل إنسان فينا مهما كانت خطاياه يعلم أن الله لا زال يدعو. يقول القديس أغسطينوس حتى ولو كان الإنسان فضله نفس واحد الله ينتظر خلاصه. أحبائي بزعل قوي لما أي إنسان سواء كاهن أو غير كاهن أو أب أو أم أو خادم مدرس أحد أو غيره أنه يأس إنسان في خطيته. أحبائي مهما كانت الخطية، طول ما الإنسان في نفس ولو في النفس الأخير نديله رجاء، لأن كثيرون في اللحظات الأخيرة يبقوا زي اللص اليمين اللي قبلوا ربنا، بل وسبقوا الكثير من المؤمنين ودخلوا إلى أمجاد ينتظرون يوم الرب العظيم. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا باستمرار لكي نعيش مقدسين لإلهنا. كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.